برجر لحم الغزالة رح تحتاج لحم مفروم من مزارع الكوثر، كوب بانكو، بيض بيض من مزارع الكوثر، وشرائح تركي دجاج، جبنة تشيدر، تشكيلة أجباء من السنبلة، ملعقة كاتشب، ملعقة خردل خس ومخلل. شوف عشان ما أزعلك ماشي، رح نعمل الآتي. طبعا هاي ولا إشي عليها، أوكي، ولا إشي، ولا فلفل ولا زيت، لحمة مفرومة حتى دهن ما في. أوكي، فأنت عشان أنا كمان ما بديش أزعلك، فبدنا نبلش بلحم البرجر صافي بدون دهن. أوكي تمام، هنعمل لك إياه كمان شوي خميلة عشان إيش نتدلع. يا سلام، حلو حلو. هي أول واحدة ورق. لا وبعدين يعني اطلعوا كيف عن جد هو بدون دهن، لأن اطلعوا كيف الدهن حط الشيف على جنب على أساس إنه هو يقدر يحدد كمية الدهن اللي هو بده يزيدها. 100%. هلا شوفي يوجوالي بالعادة البرجر الصح بيكون فيه من نسبة 20-24% دهن. أوكي، هيا فضيها إليك. أوكي بدون دهن بنسبة 20-24% دهن، وبتكون مخلوطة بأكثر من نوع لحمة. حلو. هلا احنا هون لحم غزال صافي 100% زي ما قلت لك من مزارع الكوثر. هاي انا اسف، هاي راح اخذها الي صراحة لأنها بحبحة شوي. ايوه تمام. هلا احنا هون راح نعمل ميني برجر راح تكون صحية. اوكي، نوعا ما. بالخبز راح تكون صحية، بالصوص، بهاي الأمور. وإحنا كمان أنا جايب معي صوص زيادة اليوم حتى يكمل كل النكهات اللي راح نحتاجها لهذا البرجر. طبعاً هلا هو كل واحد حسب إيش الأشياء اللي بفضلها، كصوص، كالحشوة مع السندويشة نفسها. فيعني كل واحد بيختلف عن الثاني إيش بحب يحط معاه. عمرك عملت برجر زي هيك؟ لا، من A to Z لا. طيب طب بس انا هلا بدي اعرف شو الفرق بين الجنك فود والفاست فود. لبين ما انت تعمل البرجر هون راح اقول لك شو الفرق بين الجنك فود والفاست فود. اوكي، بدك يعني اعملهم يعني بدك تلبس جلوفز. يا سلام، شوف اذا بتلاحظ انا عم بعملها خميله شوي. تمام، عشان تعطيني ريتش وعشان تعطيني فليفر يكون كثير زاكي بالبرجر. اوكي تمام. طيب هلا الفرق بين الجنك فود والفاست فود. نيجي للجنك فود. اوكي، جنك فود هو عباره عن من اسمه جنك. ما بدنا نحكي يعني اكل مش نظيف. اوكي، ممكن يكون معدل وراثيا، ممكن يكون معدل جينيا، ممكن يكون ضيفين عليه الجي ام سي، ممكن يعملوا كثير اشياء. اوكي تمام. هلا الفاست فود، انا بقدر اكل برجر بالفاست فود. اوكي، فاست فود بنسميه احنا شيء كيو اس ار اللي هي كويك سيرفيس ريستورنت. بيكون اوريدي عنده، ممكن تاخذ فاين دايننج او خلينا نحكي جود كواليتي اوف ستيك. اوكي، بسعر منيح وبمطعم كثير عادي. هذا بنسميه كيو اس ار اللي هو الفاست فود، الاكل السريع. عندي موجود اكل صحي، كلين فود، هيلثي، ما فياته مش معدل جينيا، ما عليه اي مشاكل، بس بسعر ممكن يكون شوي اغلى من الفاست فود. حلو. طيب وانت عم تعملي البرجر، انا راح اعمل البانكو تبعها. اوكي، راح نعمل بس وحده بانكو نورجي الناس كيف بنعملها بالبانكو. اول شيء بنجيب البيض. اوكي، بنغطسها بالبيض زي ما انت شايفه. تمام. ومن بعدها نحطها بالبانكو. طبعا البانكو هو نوع من انواع الارشلة او البقسماط او سموها اللي بكم تسموها اياه. تمام، بنقدر نعمل كذا راوند، ممكن بيض بانكو بيض اي شيء. وعلى هذا الحال بس بحس انه او يمكن لانها شوي اللحمه هيك بتحسها رطبه، فممكن يمسك عليها بدون ما يحط اول شيء البيض، فممكن يكون الطبقه الثانيه البيض. شايفه اجملها؟ يا سلام، كيف الشكل؟ ناري. عن جد هلا المفروض احنا نقليها، بس انا ما راح اقليها هون. أوكي، راح اقلبها عشانك والله. أوكي، بس يعني ولا انا بدي اقليها. لا اليوم بس يعني انت اليوم ماسكتيني من ايدي اللي بتوجعني، واكل صحي من اول ما دخلنا على الحلقه. طيب بس تنكر انه زاكي مسكتني على الباب برا اللي انت عامله اكل صحي. هاد انه انا يا جماعه الخير والله انه اكل صحي يعني أكل صحي. في لا حرام، اول ما شفت الخبز اللي راح يستخدمه اليوم وجبت لك جبنه صحيه وجبنه سنبله لايت كمان. أوكي، وكاتشب ما في. أوكي، ولا شيء. الخردل كمان بيساعد على انه ينحف. لا والله يعني ممكن اليوم ممكن هو يزن صوص شوي، هذا المكون السري تبعنا اليوم.
ممكن في شويه اشياء بتنصح يعني، بس لا عادي عادي. لا احنا دائما بنحكي يعني لو شو ما عملنا على القليل احنا بنعملها بالبيت بتضلها صحيه اكثر من اللي بنطلبها من برا. هلا واحنا بالفاصل حطينا زي ما حكى لكم الشيف بالبيض، وبعدين حطينا عليها القرشله، فصارت هيك البرجر عندنا جاهزه، وهلا بدنا نحطها على المقلايه لحتى نحاول انه نخليها. ما رح نرجع ندخلها على الفرن صح؟ هلا رح ندخلها على الفرن. اوكي في كمان فرن. اوكي يس رح ندخلها على الفرن. انا دائما بحب استعمل هذا التكنيك، ما بحب اطبخ كل اكلي بالمقلاي خاصه اللحمه عشان ما تشد وتنشف معي. حلو. فبعطيها اللون الحلو هنا، بعد بعطيها بحراره الفرن عشان تاخذ كل القطعه تاخذ نفس الحراره بنفس الوقت تطلع معي تندر وجوسي. تمام. شو رايك خلال بن عم نقلي البرجر تعملي لك شيء من هذا اللي كنت احكي لك عنه؟ هلا بما انه احنا كثير حكينا لكم عن منتجات شوشبرك، فاليوم بدي افرجيكم انه احنا مو ضروري دائما لما بتكون عنا المنتجات مفرزه انه احنا دائما لازم نقليهم، لا احنا بنقدر انه احنا نحطهم بالفرن ونشويهم. فانا اليوم بدي احضر لكم هدول اصابع الموتزاريلا اللي هي بطاطا بالموتزاريلا من شوشبرك. بيجي عنا الباكيت فيه كيسين، فانا رح احط كيس واحد ورح استخدمه اشوي لكم اياه. يا سلام. ثانك يو. شايفه كيف بساعدك؟ عن جد ثانك يو. اوكي رح نحط كيس واحد رح نحطه بالفرن، بس انت بدك تساعدني قد ايه بده وقت بالفرن. هلا رح نحتاج تقريبا 15 دقيقة بالفرن. اوكي يعني عشان أكثر. نضمن انه الجبنة ساحت، نضمن انه اخذت اللون الحلو بنفس الوقت. أوكي. اخذت النكهة المطلوبة من حرارة الفرن. اوكي بس عشان نفرجيكم انه ما في داعي انه كل اشي يكون عالي بالسعرات الحرارية او انه احنا لازم نقليه. هلأ ممكن زي ما احنا عملنا هون القلي السطحي، بس مش القلي العميق اللي بياخد كتير كمية زيت عالية. فانا حطيتهم هون بالصينية وهلأ بدي ادخلهم على الفرن. هلوين الفرن شغال صح؟ شغال من الصبح. شايفه لونهم احلى. يا سلام. طبعا هلا البانكو بتساعدنا انه تعطينا الطعم الكرنش المقرمش للبرجر. صح. هذا الاشي ما بتلاقيه بكل انواع البرجر صراحه. زي ما انت شايفه هون كيف صار لونه ما بياخذوا وقت، يعني يا دوب قد ايه صار لك حاططهم وما اخذوا اشي. 100%. طيب هلا عبين ما يستوي شوي وياخذوا اللون اللي الشيف بده يوصل لكم اياه، رح اقرا شوي من تعليقاتكم لكل الاشخاص اللي لسه ما شاركوا معنا. سؤالنا لليوم هو كم من مره بتاكلوا وجبات من برا؟ مره، مرتين او اكثر من مرتين خلال الاسبوع؟ هلا بتحكي لنا هنا انها هي بتاكل مره كل شهرين. يا سلام والله برافو، برافو عن جد. تمارا بتحكي نعم بتناول الأكل الجاهز والوجبات السريعة كل 3 أسابيع مرة. يا سلام شايف كيف الناس الصحية؟ يعني بتسمعيني حكي قاعدة؟ لا لا والله يعني أنت يعني أنا اليوم أنا أنا اليوم ما بقدر أحكي معه ولا أنا شو ذنبي يعني شو ذنبي إذا لا قصدي عشانك أنت ما عم أنت شغلك اللي ما عم بخليك يعني ما والله أنا كان بودي صراحة. صح. بس هلا قريبا إن شاء الله راح آكل هيلثي راح أوعدك. أوكي والله تمام. قريبا راح اعلن لك عن شغله كثير حلوه. اوكي وكثير فخمه راح تصير بس بدها شويه وقت. هلا ايوش احمد عم تحكي لنا انا ما بحب الوجبات السريعه ومع هيك لازم دائما اطلب واوصي. بتقدري انك انت اليوم تجربي وصفاتنا اللي احنا عملناهم وجربيهم بالبيت لحتى تخففي من التواصل اللي انت عم تطلبيها من برا، ولو بدك تطلبي من برا حاولي دائما انك تطلبي الاشياء الصحيه اكثر والاقل بسعرات الحراريه. نور عم تحكي لنا نعم وبكثرة. ننتبه يا نور عشان ما يزيد وزنك وما تزيد السعرات الحرارية. اسمع سيرة الوزن أنا كثير بتضايق من نوع الناس اللي بتلاقيهم طول نهارهم قاعدين بعضوا على كل إشي مبدئيا كل أنواع الأكل بيأكلوها بخلوش إشي ونحاف وبتلاقيه مش نحاف يعني لوح جزاز. هلا شو ببين عليه؟ صح. هلا دائما بسمع انا هاي الجمله انه ليش في كثير ناس بياكلوا كميات كثير كبيره من الاكل وما بينصح كيلو. عن جد ناس بقول لك انا من الهوا بنصح. لا هاي بترجع لقديش نسبه العضل والدهون عند الاشخاص. ما
ممكن أجسام يكون فيها نسبة دهون عالية، فعشان هيك بيكون عندهم الحرق قليل، وفي بعض من الأشخاص بيكون عندهم الكتلة العضلية عالية، عشان هيك بيكون عندهم الحرق أسرع وأكثر. فعشان هيك إذا كان في اثنين من الأصحاب عم بيروحوا بياكلوا نفس الأكل، واحد بنصح وواحد بينحف، هذا بسبب قديش نسبة الحرق عنده، قديش عملية الأيض عنده أسرع، وقديش نسبة العضل ونسبة الدهون اللي عنده بجسمه. عشان هيك مش حدا بينصح من الهوى وحدا ما بياكل. في شاب صديقي سيف الكور بوجه له تحية. اسمع بوكل. اوكي. هلا هو اوكي يعني مثلا طول اليوم بنسى انه ياكل، بس لما نطلع مع بعض بيأكل. ما شاء الله بسحب الاكل. فبتطلع عليه يعني يا اخي انصح. أنا انصح. يعني لما بدي اسلم عليك معابط امس يعني انه اعبط بني ادم مش خشبي. فلا والله اسمع يعني هاي صراحه. زي ما حكينا. طب هل نعتبر هذا الشيء مرض؟ لا. بالعكس، هلا هذا بيعتمد قد ايه قلت لك الكتله العضليه والكتله الدهنيه اللي انت عندك اياها بالجسم. فكل ما كانت حركتك اكثر، كل ما لعبت رياضه اكثر، كل ما زدت الكميه العضل اللي عندك بجسمك، كل ما صار جسمك يحرق سعرات حراريه اعلى. اوكي ماشي. لا بس انا صراحه اليوم عن جد يعني مبسوطه كثير من الشيف انس انه استخدم الخبز هذا، مش خبز البرجر، لحتى نخفف من السعرات الحراريه. وبدي اياك تعمل لنا كمان الطريقه اللي حكينا عنها انا وياك. حاضر. طلع هون. سلام. وهلا بندخلها على الفرن. زي ما هي مندخلها على الفرن. طيب وقد ايه بدها بالفرن؟ 5 دقائق او اقل دوب تجبني بس. وهلا صار وقت نطلعهم من الفرن. يا سلام. سامعة الطلب ولا مش سامعة؟ سامعة وشايفة وشامة وكله. طيب. قول بسم الله. واو، قد ايه اخذت وقت؟ ما اخذت يا دوب 5 دقائق فاصل بس. طبعا نرجع بنحكي انه الحشوه تبعت البرجر ممكن انتم ايش ما بدكم تحطوا، احنا حطينا مخلل، احنا بصل، حطينا كاتشب، ماسترد، هويزن صوص. اوكي. حطينا خردل، ماسترد صوص، وحطينا كاتشب، وحطينا بصل، خس، ومخلل بنكهه الدل اللي هو الشبت. اوكي. بتلاقوه طبعا بتقدر تطلبوه من دكانتي. دكانتي صراحة كتير ريحونا ووفروا علينا مشوار إنه الواحد يروح يشتري أغراض. دكانتي كل اللي عليكم تعملوه إنكم تنزلوا الأبليكيشن تبعهم سواء كان على الأندرويد أو على الأبل ستور، وبتختاروا شو هي المنتجات اللي أنتوا بتحتاجوها وبتوصلكم لباب البيت، أو إذا كنتي بالشغل وحبيتي إنك توصل أغراض بيوصلوكي اللي عندك على الشغل. موجود عندهم كل الشغلات اللي أنتوا بتحتاجوها. إحنا اليوم جايبين كل الأغراض من دكانتي، فأي إشي دخلناه بوصفاتنا لليوم تقدروا تلاقوه بدكانتي على موقعهم. زي ما قلت لكم بس نزلوا الموقع واختاروا شو هي الوصفات اللي انتم بدكم اياها والمقادير اللي انتم بدكم اياها وبتوصلكم لمحل ما انتم بدكم. يا سلام يا سلام على الخبز الرقيق تبع البرجر. يا سلام، هذا اللي مبسوط عليه اصلا.